طيب مواصلة المحاضرة الستة، عندنا المثال برضو الفيو استخدام شنو؟ بريك. لما نستخدم بريك في الحلقة عارفين إنه شنو؟ بنوقف إذا كان الشرط بتاع بريك اللي هو في الحلقة إف، اللي هي حلقة داخل الحلقة. لما الشرط يتحقق في الشرطة، مثلا إذا كان حسب المثال عندنا ده إف إكس بتساوي ستة بريك، لما إكس تساوي ستة طوال شنو؟ الحلقة الرئيسية شنو؟ بتجيب. نشوف المثال بتاعنا، نكتب المثال هو هنعمل في ام فايل، هنعمل نيو هنا، نعمل سكريبت، هنكتب المثال هنا. طيب نكتب المثال، المثال بتاعنا. طيب هنا زي ما قلنا نكتب كلير او كلوز او سي ال سي عشان نحذف جميع شنو القيم المحفوظة في الذاكرة المؤقتة. طيب هنا قال اكس انبوت انتر ا نمبر نقطتين فوق بعض، هنا عملنا سبيس خليناها ده عشان بعدين رقم بندخل وما يتلصق مع شنو مع النقطتين دي. طيب ده امر ادخال انبوت اللي هو هنا بيديك الخيار، ما زي المثال السابق. المثال السابق بيقول لك مثلا اكس يساوي 3 او اي يساوي 3، هنا بيديك الخيار انك تدخل اكس. طيب هنا الشرط باي الاكس اكبر من الزيرو، بما ان الاكس اللي ادخلته ده اذا كان موجب هنا عندنا بدل ديسبلاي دي عندي ديسبلاي، لو كتبتها كده بيديك خطأ. هنا اف برينت اف. طيب لو الشرط هنا واي الاكس اكبر من الزيرو، طب عليه شنو فاليو اوف اكس نقطتين فوق بعض؟ قلنا دي على بتاعة اخراج انه العدد، ودي العلامة دي بتاعت انه انقلت لسطر جديد اللي هي سلاش ام، واكس ده شنو ده العدد. لكن اكس الحلقة لانه واي شنو بتكرر، اكس القديم اكس الجديد ده اكس الجديد هنا ناتج من اكس القيمة القديمة اللي هي كانت كم حسب الرقم اللي ادخلته ده نضيف له واحد، بيجي بيختبر الشرط اف اكس بيساوي ستة. طبعا اكس في حلقة ضيف بيساوي علامة تساوي هي دبل شنو تساوي، واما علامة لا تساوي ديك معروف انها فيها علامة شنو زي العلامة دي كده، ده للتذكير فقط عشان نربط الاشياء مع بعضها دي كده شنو لا تساوي. طيب نرجع لو اكس ساوت الستة هيجي في الحلقة، إذا الحلقة هتكرر لغاية ما الاكس اللي هي اكس الجديدة دي تساوي اكس القديمة ده. يعني معناها إذا كانت خلنا اكس بواحد هيبدأ أول حاجة يطبع، بما إنه الواحد أكبر من الزيرو بيطبعه طوالي، لأنه شنو؟ لأنه لما نيجي نختبر إنه الواحد لا يساوي شنو؟ الستة، معناها بيطبع value of اكس بيساوي واحد، value of اكس واحد، value of اكس اتنين، value of اكس تلاتة، value of اكس أربعة، value of اكس خمسة، لأنه حتى الآن اكس لا تساوي شنو؟ ستة. وبتكرر. طيب لما نيجي هنا value of x بيساوي آخر قيمة كانت خمسة، خمسة زائد واحد ستة، الستة بيساوي ستة طوال بوقف في الحلقة. طيب مين نحفظ أول حاجة المثال بتاعنا ده، نحفظه Ctrl S نسميه أي اسم، مثلا نسميه حاجة متعلقة ب while break مثلا، أو اختصار while والبريك مختصر منه شنو زي ده. طيب سيف ناو، نيجي نستدعي هنا اللي هو دبليو اسمه فوق، الاسم زي ما قلنا من اي لاف هنا ده عشان ما نغلط فيه، هو دبليو بي ار اي اي طوال شنو سالك، لانه هنا ما عندنا اكس تدخل انت مباشرة براك، قلنا اكس بساوي شنو مثلا واحد طوال. شوف طب علينا شنو فاليو اكس واحد، فاليو اكس اتنين، انا كل مرة بختبر الشرط هنا اكس اكبر من الزيرو، اكس بيطبع value of اكس في اكس، اكس الجديد بيساوي اكس القديم زائد واحد، اف اكس بيساوي ده اكس الناتج من العملية دي، اف اكس ناتج من العملية، اف اكس بيساوي ستة بيجيب. لاحظ اخر انها طبق خمسة، لما نجي للستة لقى انه شنو اكس بيساوي خمسة زائد واحد ستة، لما نجي اختبر هنا اكس بيساوي ستة اللي هي ستة بيساوي ستة طوال شنو الحلقة يكبر. لو ما كده كان الحلقة هتكون شنو مستمرة الى شنو إلى ما لا نهاية، أو لغاية البرنامج يعلق منك، أو لغاية ما شنو بما قالوا البطارية تفضى يعني ويكفي البرنامج.